هنا يا أستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي. خلينا نحكيه على دور الحب في انتظام المجتمع، ومن ثم نحكيه على الأزمة اللي عايشينها في المجتمع متاعنا في ظل غياب المشاعر وخاصة مشاعر الحب. هي بالأساس مجتمعنا اليوم، مجتمع التونسي بالذات في الفترة هذه، مش خاص بتونس لكن للفترة هذه، كثرت فيها الضغوطات الاجتماعية وكثرت فيها العنف، العنف الثورة. وللأسف وسمحوني أنا حتى الرمزية يمكن يختلفوا معي بعض الناس، لكن مش إشكالي، رمزية الثورة عملناها بفعل سلبي، إنسان حرق نفسه وعندها مردودها على النفس، لأنه السلبيات والثورة منذ 2011، العنف في داخل المجتمع تكاثر، والناس كل تلاحظ حول المعاهد وحول وفي الطريق لبراكاج ولا الإجرام كثر والعنف كثر، الضغوطات ونقص الاقتصاد ونقص المال، هالضغوطات اليومية خلت سلبيات كثيرة في نفسيات الناس، ونوع ما من الكآبة كثرت والقلق الاجتماعي والتوترات. هذا العلاج الوحيد هو المحبة. كيف أستحضر المحبة؟ كيف أستحضر فيما أفعل؟ أنا أحب الله وأرى في محبتي، محبة الله، أني أحب الناس. عندما نكون تاجر ونقول في تجارتي فيما أعمله أنا مش نحب رب العالمين، مش نعبد، ما عادش نغش في تجارتي، لأني ربنا والله طيب يحب كان الطيب. إذا نقول أنا تجارتي ما عادش نغش فيها، ما عادش نخبي السلعة، نعطي لذايا ونحتكر، ولا لأني في فعل تجارتي مش نعبد رب العالمين. بالمحبة تصبح علاقتي بمهنتي هي فعل عبادة، المحبة محبة مهنتي ومحبة ما عمل هي عبادة. البناي ما عادش يغش لأنه يقول لك أنا في بنائي يلزم نحب الشيء اللي نعمله، من عمل شيء فليتقنه، نتقن نعمتي مهنتي لأني هي عبادة لله وهي محبة للآخر اللي قاعد نخدم فيه. لو كل واحد فينا في مهنته في ميدانه يعمل ما يعمله بمحبة ويعتبره فعل محبة تجاه الآخر، احنا في الإذاعة هنا كيف نتوجه مع كل كلمة نقولها رسالة محبة إلى المستمعين، لكي تعم المحبة هالمجتمع وتقل درجة العنف وتقل درجة تفاعلنا مع بعضنا بالعنف مع من أعرفه ومن لا أعرفه. كيف تكون المحبة هي رسالتنا، هي طريقنا، يولي الأرض أرضنا كلنا مجتمعنا مسجد نعبد الله فيه بالمحبة، محبة الإنسان اللي نعرضه في الطريق ونصبح عليه ونسلم عليه نعرفه ولا ما نعرفوش. كيف تصبح طاقة الحياة هي الرابط الاجتماعي اللي السبيل الوحيد، ونقول لي أنا وحيد السبيل الوحيد لإنقاذ تونس، لا صندوق النقد الدولي ولا الدول الخارجية ولا أموال الدنيا تنقذ تونس في بعضهم، تعاملت الناس في بعض. إلا المحبة. المحبة هي اللي يمكن تنقذ تونس، تنقذ اقتصاد تونس، تنقذ كل إنسان فينا يعمل شيء من أجل تونس من أجل الآخر، محبة في الله وعبادة في الله بالمحبة. هذا رسالتي أنا للكل، رسالة للكل. خلينا نأخذه معنا مدام فافاني، مرحبا بك على موجة راجل حياة فام. عكلمة، مرحبا بك. مرحبا بك يا مدام فافاني. مرحبا بالدكتور. أهلا وسهلا بك مجتمع مستمعين الكل. يعيشك، مرحبا بك مدام فافاني. عندك تدخل في موضوعنا لليوم؟ عندي أنا مستمعة وفية، نسمع برشا راني برنامجكم، لكن عندي حبة نتدخل ونشارك. يعيشك. والله أسمع أنا شو نقول لك، الدكتور ممكن يفهمني فيها أكثر. الإنسان كي تبدأ عنده طاقة إيجابية كبيرة يعرف منين جيبها، فهمت؟ بعنيها بالمحبة متاع الناس ومن مدام فافاني. جست نقول لك نقص في صوت الراديو الماكسيموم اللي بجنبك واسمعنا من التليفون. باهي داكور. هاي ميساج قلت لك مدام أنا بحكمي حياتها معناها ديما عندي طاقة إيجابية، نبدأ على الماكينة قاعدة اللي ديك تدخل لي نضحك في وجهها تفضل مرحبا
عمري ما كنت عندي طاقة سلبية خايبة بالكل، حتى ولو كل إنسان عنده مشاكل وعنده ظروف نجبد باب داري ونخرج، كي نخرج لعباد نخرج بطاقة إيجابية كبيرة. ساعة نقعد بيتها في روح نقول منين جبت الطاقة هذه الإيجابية كبيرة، علاش؟ خاطرني أنا أصلا نحب فرحانة بها الطاقة الإيجابية اللي عندي. أيوة. وحاجة أخرى دكتور قلت تفهمني فيها أكثر، أنا خذيتها على أمي الله يرحمها، جبر الخواطر. جبر الخواطر، تعرف الله. أنا نقول حاجة مزيانة مزيانة خذيتها من عند أمي الله يرحمها. الله يرحمها. كل إنسان يعيشك يا خاطر عشوي، كل إنسان تجبر له بخاطره عليها هي قمة ممارسة المحبة. صحيح، يعني كي ساعات حتى أصحابي يجيوني ومعناها نحبهم، ساعات حتى على الفيسبوك تدخل في طاقة خايبة نقول علاش تقول هكاك، علاش تعملك، ديما أعطي طاقة إيجابية، ديما ظهر الحاجة الباهية، الحاجة الخايبة خليها لروحك، ما تقول ما معناها ظهر ديما الحاجات الباهية. كلنا نتألم وكلنا عندنا مشاكل، كل نستحفظ بها روحي، لكن ديما نعطي طاقة إيجابية ونعطي طاقة الباهية، باش حتى ربي تقول أمي كي تقول كلمة باهية ربي يزيدك نوارة في وجهك. تبارك الله. هو صوتك صوتك وطريقة كلامك ونبرات كلامك والريتم نتاع موسيقى كلامك كلها إيجابية. تبارك الله، صدقا داخلي مش فخرة ولا حاجة، أنا نحب هالحاجة هذيا، حتى راني ما مش لي صغيرة، راني تظلمت برشا وبرشا حاجات تعدت علي وبرشا، لكن بعد ذي الكل ديما نضحك وديما نلوج على الحاجات. صدقني دكتور كتبة ورقة على الماكينة متاعي نقول ففاني ربي يحبني، ففاني حبب الناس فيا، ففاني حب أولادك، ففاني صحة بدنك، فنبدأ نقرأ هذيك نعطي طاقة كبيرة لروحي. تعرف هذه أنا مش نبوح لك بسر هذه اللي تعمل فيها أنت يمكن بشكل تلقائي هي أحد الطرق العلاجية اللي يستعملوها معالجين نفسانيين. يعيشك سعيد كي ينفذ تبارك الله. يعيشك دكتور يا خب خاضر، كي نغزل المرايه الصباح نغزل وجه نقول يا ربي معناها انت خلقتني، انت اللي تزينني يا ربي، حتى تفعلي زينني، نغزل المرايه نقولها الحاجه زي بعد ما نسمي بسم الله ونفذ نغزل روحي الى الحمد لله ربي رجعت فيها روح ووجهي معناها عادي وبدني نحمد ربي فيها الحاجه زي تولي التدخل كذايا وكلامك هو شهاده حيه للناس اللي عندهم إحباط طاقة سلبية. خذوا مثال ففاني كيف نش تعمل رأي طريق علمي اللي تقول فيه علميا موثق أنه كيف نش الإنسان يشحن نفسه بالطاقة الإيجابية، يشحن نفسه بالمحبة، محبة نفسه كيف يزين يا ربي زيني، كيف نش يحب نفسه ويزين نفسه باش يكون مزيان للآخرين ويساعد الآخرين أن يكونوا مزيانين. تبارك الله عليك دكتور. يعيشك صدقني دكتور، ساعات نسأل في نفسي وقول منين جاتني الطاقة ذي، كيفاش أنا هكا، كيف كل يوم نعمل ساعة أنت تصنع فيها بيدك، نصنع فيها، نعمل كل يوم مشي ساعة سبور صدقني ما تلهب حتى حد، نحط الكيت في وزني ونبدأ نمشي ونبدأ نسمع ونبدأ عافية شحنة كبيرة لروحي، بالرغم راني مش خالية لا مشاكل لا أمور لا حتى الحمد لله يا ربي، لكن نبدأ نمشي على رجلي أول حاجة نحمد فيها ربي إلى أنا نمشي على رجلي، أول حاجة نحمد فيها ربي إلى أنا نمشي. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. يلي يستمعوا فينا الكل يتبعوا مثال ففاني ياخذوا عليها ما قاعد تعمل، فرحانة برشا إلا خليتها الميزة ذي ما عند أمي الله يرحمها، صدقني ساعات نعملها ونقولها يا أمي رك ما موتش رك خليت ففاني اللي هي تعطي الحاجة الباهية وتعطي الكلمة الحلوة وتعطي وجبر الخواطر. صدقني كانت ساعات واحدة تقول ما تخدمش أنت دي ما تتحدث تقولها مسيش نحدثها تخرج فرحانة تنخدمين. هذا جبر الخواطر هو أرقى ممارسة للمحبة، وهي كيف حتى من صوتها سيد فيصل تبرك. فما كالفرحة في صوتها، أنا قلت لك صوتها يماثل هالكلام اللي تقول فيه، صوتها وحده طاقة إيجابية. طاقة إيجابية أنا حتى كنقولها صباح الخير ولا عسلامة
عندي جيراني بحكم انا نخدم قلت لك خياطه في الحومه انا نقول لهم على السلامه يقولوا لي يرحم امك يرحم بايك صدقني وسامحني انا مش نزيدك نزيدك حويجه ما خليهاش في قلبي. اسمك فافاني اسم فافاني. قديم وجميل اسم على مماتي فافاني جميل وما عادش يسميو به توا لكن لكن اسم جميل جميل جدا وبحد ذاته يحمل هالطيبه الطيبه نتاع اصالتنا العربيه الاسلاميه. تبارك الله عليك في كل ما تعمله في كل نفس تقوله وتبارك الله اللي حولك ان شاء الله ربي يزيدهم منفعه بيك ويزيدك محبه فيهم. هذا شرف لينا اكيد فرحنا برشا تليفون مدام فافاني اللي الحقيقه الكل ايجابيه انا مبسوطه تحس الفرحه تنبعث تبارك الله. هي تو في كلمه جبر الخواطر هي عمل اجتماعي هذا اللي نتكلموا فيه بكري كنت تتكلم قبل ما تدخل حول دور المحبه في رأب الصدع الموجود في المجتمع. لو كل واحد فينا يفكر أنه في كل نهار رأب الصدع حتى لشخص واحد تو مجتمعنا يشفى من أمراضه ومن أسقامه الاجتماعية. مجتمعنا يمكن إنقاذه اليوم، يمكن إنقاذ تونس وتكون تونس مزيانة ألف مرة أكثر من اليوم لو كل واحد فينا يقول أنا مهمت اليوم من الصباح لليل رأب جبر الخواطر لشخص يكون مكلوم يكون حزين كيف أجبر بخاطر حتى ولو أجبر بخاطر شجرة بحيوان جبر الخاطر بكل كائن موجود في المجتمع ذا تو تشوف هالمجتمع ذا كيفنش يصير في أقرب فرصة كانت لا دور الحب في انتظام المجتمع. احنا مالوغزمون الوقت دهمنا حلقة أهمية الحب في حياة الأشخاص والحمد لله ختمنا بتليفوننا مدام فافاني اللي بعث هكا الموجات الإيجابية الكل. يمكن جملة واحدة انت على سؤال طرحته الفرق بين الرجل والمرأة هي ما فماش فرق في المحبة الاثنين يحبوا بنفس الدرجة هي الفرق في التعبير التعبير والتعبير مربوط ب الوظيفة الاجتماعية لكل إنسان للمرأة عندها وظيفة في الأسرة والرجل عنده وظيفته ولهذا طرق تعبيرهم تختلف لكن قدرة المحبة هي مماثلة للرجل والمرأة هنا متساوين لا يقعد جوست الفارق في التعبير التعبير طريقة اليوم التعبير. تحدثنا على الحب هو خليط من المشاعر الإنسانية تحدثنا عليك تصرفات اللي يحمل الكثير من المودة ويخلق السعادة في كل المجتمعات إذا كان نعيشه بالحب مهما كانت الظروف الاقتصادية الاجتماعية إذا كان الحب موجود راهو بالتكاتف متاع المحبة هذيك الكل نتجاوزوا الأزمات الموجودة وإذا كان كل حد من شيرته حب الحاجة اللي يعمل فيها حب الأشخاص المحيطين به مهما كانت العلاقة بينتهم راهو باش نعيشوا في سعادة. تدل عليك أنا قبل ما ننتهي أنا المسألة الكل أنه نوصل الأولياء إذا تحب صغاركم يكونوا متفوقين دراسيا يكونوا ناجحين في الحياة غذوهم حب منذ يتولدوا منذ اللحظة الأولى غذيوهم محبة وتصوروا حتى دروس خاصة ما تعملوهاش أنا أظننكم هذايا وتحسبوني على الكلام هذايا بلا يكون تكون أشبعت ديجا الرغبات متاعو في كونه الولي متاعو يكون محيط به. مشكور جدا الأستاذ فايس الكعبي مختص ومعالج نفسي في موضوعنا اليوم أهمية الحب في حياة الإنسان أنا ميرسي للإكيب كاملة اللي كانت على ذمتكم أمنا بوخيت في الإخراج التقني للحسن محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال سوسن كانت في استقبال مكالماتكم.